الانتخابات الأمريكية ما أعتقد أنه هناك يصبح تغيير، لكن أمريكا والإدارة الأمريكية دائما تبحث عن مصالحها. يعني هناك الشعب الأمريكي رفض ترامب لأن هناك ما عمل بشكل أو بآخر، بالأخص في جائحة كورونا، أو ما عنده علاقات مع الدول العالم بالأخص الشرق الأوسط. يعني هناك دمار، هناك دعم للإرهاب والمجرمين وغيرهم. ما زال الشعب الأمريكي ما بين الرجل المتعند وهو ترامب لرئاسة جديدة بالنسبة لأمريكا، والمقابل بأن له أصوات من قبل حزبه وقبل شعبه. إحنا نشوف كعراقيين أن إذا تغير ترامب لا نرى تقدم للأمريكان، وإنما نرى من وجه جديد من قبل المرشح الثاني. إن شاء الله يفوز ونشوف بأن هناك تكون تطورات جديدة.